احنا لما انطلقنا بشيب اب كان فكرتنا انه نركز شوي على الناس السبورتيف شو عايزه. الكونسبت كانت شوي جديده لانه جربنا نجيب برودكتس من برا، والبضاعه اللي ما بيلاقوها عاده بغير محلات بتكون موجوده عندنا. بلشنا بمحل واحد وكبرت معنا الفكره على مالتيبل برانشز وعلى كذا محل. اول ما بلشنا كنا عم نبش على سوفتوير يكون يساعدنا on both in store وبالباك اوفيس شوي. والادفانتج كانت لانه احنا كنا من الاساس حاطين براسنا انه بدنا نفتح مالتيبل ستورز، كان خيار صايب مثل ما بيقولوا، لانه بيم بوس كان عندهم هذا السيرفيس اللي بنقدر نربط كذا فرع ببعضه. اللي لفت لنا نظرنا ببيم بوس اكثر هو انه الانترفيس تبعها كان فيري يوزر فريندلي. الباك اوفيس يعني هو المانجيريال سايد، ات واز فيري ايزي تو يوز، وكان فيها كل شيء معقول نحن نعوزه من ريبورتس لكيف نقدر نطور البزنس تبعنا. through the years يعني من 2009 لهلا عم نحكي صار في major updates كمان بالسيستم. صراحة بالexperience لانه صارنا تقريبا 9 سنين نحن اليوم I would give them 10 على 10 especially for their customer service. إذا كان عندي حدا عم يستلم managerial position جديد within يعني barely a couple of hours بكون صار قادر يعمل كل شيء من تسليم stock لا كيف بده يشتري الزبون بالاخر. وين النيو فيز بالبزنس تبعنا، عم نجرب نوسع، عم نجرب يكون عندنا ديستريبيوشن تشين اكبر. ما في شيء مثل ما بيقولوا عائق ما بيننا قدام بيم بوس. سو اي وود هايلي ريكومند فور اني بزنس اونر بلبنان، خاصه انه ات كان بي تيلرد. اي ثينك بيم بوس از ون اوف ذا بيست افيلبل ان ذا ماركت كرنتلي.